إن شاء الله راح أبدأ سلسلة شروحات جديدة عن الشراء من الإنترنت. في البداية عشان تشتري من الإنترنت تحتاج إلى بطاقة ائتمانية. البطاقات الائتمانية في العادة تكون من شركتين فيزا أو ماستر كارد، ما بينهم فرق كبير إلا في بعض العروض، لكن الشركتين متساويتين وكلهم عبارة عن بطاقات ائتمانية. وش اللي يفرق البطاقة الائتمانية عن البطاقة العادية؟ البطاقة الائتمانية هو كأن البنك يعطيك مبلغ ويقول لك استخدمه في مشترياتك، فلو كانت البطاقة الائتمانية حدها على سبيل المثال 10,000 ريال، البنك يقول كأنه أعطاك 10,000 ريال وقال لك استخدمها في الشراء من الإنترنت أو من غير الإنترنت، وفي تاريخ معين راح يطالبك بالسداد، ولو ما سددت راح يحسب عليك فوائد. لذلك بعض البنوك الإسلامية عشان تتجنب مسألة الربا وغيرها والفوائد عند السداد تحدد تاريخ معين، وفي هذا التاريخ تخصم من حسابك، ولو كان حسابك ما فيه الرصيد اللي انت استهلكته من البطاقة الائتمانية راح يكون حسابك بالسالب لحد ما تسدد. لذلك البطاقة الائتمانية خطرة إذا ما أحسنت استخدامها، لأنهم يعطونك مبلغ ويقول لك استهلك منه وانت ما تملك هذا المبلغ. فطلعت بطاقات فيزا أو بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع، هذه البطاقات الائتمانية انت تشحنها بالمبلغ اللي انت تحتاجه وتبدأ تستهلكها، وتقدمها بنوك كثيرة، البنك السعودي للاستثمار، الراجحي، الأهلي، بحيث أنه أنت تشحنها بالمبلغ اللي أنت تحتاجه وتستهلك المبلغ اللي فيها، وبعدين عشان تستخدمها مرة ثانية لازم تعيد شحنها. فأنا أنصح كل أحد حتى لو ما كان ناوي الشراء من الإنترنت أن يطلع مثل البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع. ليش؟ لأنها تعطيك مكافآت ونقاط عند استخدامها، هذه المكافآت تقدر تستبدلها بمبالغ تقدر عن طريقها أنك تشتري من المتاجر الكبرى مثل جرير، مثل ساكو، مثل الكثير، تختلف على حسب البنوك وعلى حسب اتفاقيات البنوك. فنصيحة، أي أحد يطلع بطاقة فيزا مسبقة الدفع ويشحنها ويستخدمها في مشترياته. وعند شرائك من الإنترنت راح يطلب منك معلومات البطاقة اللي هي رقم البطاقة، تاريخ انتهائها، وأيضا اسمك، وفي بعض الأحيان راح يطلب منك اسم البنك اللي أصدرت منه البطاقة، وراح يطلب منك رقم مكون من 3 خانات في العادة يكون خلف البطاقة يسمونه CCV أو CVC. هذا الرقم هو بمثابة الرقم السري عند الشراء من الإنترنت، وهو مختلف عن الرقم السري اللي راح تستخدمه عند الشراء من المحلات التجارية أو عند السحب كاش من الصراف. لذلك نصيحة، إذا استلمت البطاقة الائتمانية غط الرقم اللي مكون من 3 خانات خلف البطاقة، عشان لو استخدمت بطاقة الائتمانية في الشراء من المحلات التجارية ما راح البائع يقدر يسرق معلومات البطاقة ويستخدمها في الشراء من الإنترنت. مع العلم أيضا أنه في كثير من المواقع إذا جيت استخدمت البطاقة الائتمانية راح يرسلون رقم سري إضافي برسالة نصية على جوالك لزيادة الأمان. لذلك النصائح اللي أنا قلتها اليوم راح ألخصها بالتالي: لا تستخدم البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع، حاول أنك تخفي الرقم اللي مكون من 3 خانات خلف البطاقة اللي يسمونه CVS أو غيره، خصوصا عند الشراء من المحلات التجارية، لا تعطي معلومات بطاقتك عن طريق التليفون، وحتى لو طلب منك الاشتراك الأفضل أنك تشترك عن طريق المواقع، تعامل مع مواقع موثوقة، وأيضا لا تسحب كاش من الفيزا، لأنه إذا جيت سحبت كاش راح يفرض عليك البنك عمولة، ولو احتجت أنك تسحب كاش من الفيزا الأفضل أنك تسحب المبلغ اللي أنت تحتاجه دفعة واحدة، بمعنى أنه لو كنت مسافر ما هو كل يوم تسحب كاش من بطاقة الفيزا، واسحب كل اللي تحتاجه لسفرتك مرة واحدة عشان يحسب عليك العمولة مرة واحدة فقط. طبعا لمعرفة أفضل بنك تقدر تأخذ منه بطاقة ائتمانية في السعودية راح أخليها للفيديو القادم عشان ما أطول عليكم. وكالعادة لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار ياريت تكتبونه تحت في خانة التعليقات أو تسألوني على حسابي في السناب. يعطيكم الف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.